أنا بدي أسألهم وأنا عم بطرح السؤال أين الأموال؟ هيدا السؤال لازم يكون معكوس من حق الرأي العام. سؤال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وسؤال السلطة اللبنانية شو عملت بالأموال اللي وصلتها بسياق خطة الاستجابة لملف اللاجئين. من عام 2015 قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 9 مليار دولار أمريكي تشمل المجتمعات المحلية واللاجئين بحسب أرقام المفوضية. ما بيشمل هالرقم الدعم الدولي الآخر المقدم للبنان، فكيف تم صرف هيدي الأموال خصوصاً مع توارد تقارير عن فساد بإدارتها بعدد من الإدارات المحلية؟ عنا كمية كبيرة من الأموال عم تجي للتربية، ولكن عنا أعداد كتير كبيرة. لا شك أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بلبنان حرج جداً، والبلد بحاجة للدعم العاجل، ولكن السلطة اللبنانية بتحاول عبر تكريس الهجوم على اللاجئين السوريين التهرب من مواجهة مسؤولياتها وتجاهل الأخطاء الكارثية اللي ارتكبتها بسبب فسادها وفشلها، وعم تسعى اليوم لتحميل كامل المسؤولية للفئات الأضعف. أزمة اللجوء هي حتماً أكبر من طاقة لبنان بشرياً ومالياً، ولكن بالمقابل السؤال الأساسي هو كيف أدارت الحكومة اللبنانية هالملف؟ وهيدي المخيمات اللي هي مصدر لآفات صحية اجتماعية نفسية من هلأ لعشرات السنين، هيدي لازم تلتح. وجود اللاجئين ساهم بوصول دعم مباشر للدولة اللبنانية. مثلاً قدمت المفوضية واحدة من 2011 حوالي 200 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة اللبنانية، وبتشمل حالات الطوارئ وعملية الإخلاء والفيضانات والعواصف وانفجار مرفق بيروت بآب 2020. وزارة الشؤون الاجتماعية اللي بتوليها الوزير حجار تلقت حوالي 27 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الماضية، فوين صرفت هيدي الأموال؟ بتتم المبالغة بالأموال اللي بيتلقاها اللاجئين، وبيتم تعميم أنهم بيتقاضوا مئات الدولارات شهرياً، ولكن بالحقيقة هيدي كلها معلومات كاذبة. بيتراوح اللي بتتقاضاه الأسرة الواحدة من اللاجئين السوريين شهرياً ما بين 35 و90 دولار أمريكي بالحد الأقصى وبالليرة اللبنانية بحسب أرقام المفوضية. السؤال الأهم، قديش بتربح المصارف اللي بتتلقى الأموال بالدولار وبتعطيها للاجئين بالليرة على السعر الرسمي؟ مختلف الوزارات اللبنانية تلقت مبالغ بملايين الدولارات للدعم من المفوضية. بعام 2013 قدمت المفوضية تمويل لوزارة الداخلية والبلديات لدعم مكتب الأمن العام اللبناني والشرطة البلدية من خلال توفير المعدات وإعادة تأهيل 31 مركز. وبلغ كمان الدعم لوزارة الصناعة حوالي 31 مليون دولار أمريكي. من عام 2013 بتغطي المفوضية تكاليف التدريب بوزارة الصحة العامة والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وكمان بتغطي شراء المعدات الطبية والأدوية واللقاحات بالإضافة للكثير من الاستجابات التانية. وبلغ الدعم لوزارة الصحة العامة حوالي 57 مليون دولار أمريكي. مبالغ دولية تانية مخصصة لدعم الحكومة، وهي أرقام بتشمل اللاجئين والفقراء اللبنانيين. عام 2022 ساعدت المفوضية حوالي 551 ألف لبناني بالدعم الغذائي والزراعي، و470 ألف من خلال المساعدات الأساسية والإغاثة، و954 ألف مستفيد من البرامج الصحية، و295 ألف طفل لبناني حصلوا على الدعم للرسوم المدرسية. أما بما بيخص البنية التحتية بلبنان، استثمرت المفوضية حوالي 5 مليون دولار أمريكي لتوسيع وتحسين البنية التحتية العامة بجميع أنحاء لبنان، واستثمرت كمان بشراء آلات البناء وغيرها من المعدات للبلديات. ليش ما شفنا إذن تنفيذ هيدي المشاريع؟ المشكلة الأكبر بالخطاب التحريضي ضد اللاجئين اللي عم بيتم تعميمه اليوم إنه بيتجاهل كمان كل هيدي الأرقام. اللاجئين السوريين بلبنان بيدفعوا أجار الخيام اللي بيعيشوا فيها، وبيدفعوا كمان رسوم الكهرباء والكثير من الخدمات، وهن بيدفعوا ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك مثل أي شخص آخر عايش بلبنان، وهيدي الضريبة تعد أكبر مصدر للإيرادات الضريبية للحكومة اللبنانية. السؤال عن وضع لبنان الصعب وأزمة اللاجئين فيه هو سؤال مشروع وضروري، ولكن السؤال لازم يتوجه للنظام السوري ليشرد هاللاجئين وما بيسعى لعودتهم. وفي أيضاً حزب لبناني قاتل بسوريا وكان أحد المسؤولين عن تشريد السوريين وتهجيرهم للبنان. المسؤولية بتوقع كمان على السلطة اللبنانية اللي عم بتحاول جهات أساسية فيها استخدام ورقة اللاجئين كورقة ضغط وابتزاز مالي.
الحملة الممنهجة ضد اللاجئين ما رح تحل مشاكل اللجوء ولا مشكلة فقراء لبنان، بل رح تحط الفئات الأضعف بمواجهة بعضها، وهيدا تماماً اللي بتسعى له السلطات بلبنان وسوريا للتهرب الكامل من مسؤولياتها.